النبي صلى الله عليه وسلم موصينا على بعض. موصينا على بعض يعني ايه؟ النبي دخل على مجموعة صحابة وهم قاعدين وقال لهم: ايها الناس، يأتيكم من بعدي اقوام يطلبون العلم، فاذا جاءوكم قولوا مرحبا بوصية رسول الله، واكرموهم وعلموهم وافسحوا لهم في المجالس، واقرؤوهم مني السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان بعد وفاته هيجي ناس عايزين يتعلموا عنه وعن سيرته وعن حياته وعن سنته، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى عليهم. احنا كده بنعمل بوصية رسول الله، وما انكم معايا وبتسمعوا ده يبقى انتم طلاب العلم، فمرحبا مرحبا بوصية رسول الله، انتوا وصية النبي والنبي بيسلم عليكم. العادي، هل ينفع اقولك او اطلب منك تحب حد من غير ما تعرفه؟ اكيد لا، لازم نعرف الشخص كويس الاول عشان نحبه. طب دلوقتي لو عرفنا سيدنا النبي كويس وحبناه هنستفاد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختلط حبي بقلب عبد فاحبني الا حرم الله جسده على النار. لو بتحبه حب صادق من قلبك مش هتدخل النار ابدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من احبني كان معي في الجنه. لو بتحب النبي ابشر ابشر بكل خير. هو في اكتر من كده بذمتك خير؟ تعالوا نتعرف عليه. اسم النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ولد النبي يوم الاثنين بعام الفيل 12 من ربيع الاول. شكل النبي: في صحابي اسمه حسان بن ثابت كان مشرك وكان شاعر كبير في الوقت ده، راحوا له ناس من قبيله قريش وادوله فلوس مقابل انه يهجو النبي، يعني يشتمه بالشعر، وهو كان شاطر قوي في الهجاء ده. اخذ الفلوس وقال: لازم اشوف محمد بنفسي عشان ادور فيه على حاجه وحشه ابدا بيها شعر. وقف استنى النبي فوق جبل من الصبح لغايه بالليل لحد ما زهق وكان خلاص هيمشي، وبيقول: شفت سيدنا محمد جاي من بعيد وحاولت ادقق فيه، وبعد ما شافه راح رجع الفلوس لقريش وقال لهم: مش ههجو محمد. قالوا له: ليه يا حسان؟ قال لهم: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قالوا له: ايه اللي حصل؟ احنا ما بعتناكش عشان كده. قال لهم: لما رايت انواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفي على بصري من حسن صورته، فلم اكن انظره الا على قدر، روح من النور في جسم من القمر، كحليه نسجت من الانجم الزهري. اول ما شافه بس وصفه كده. حسان بن ثابت هو اللي كان قايل: واجمل منك لم تر قط عيني، واحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كانك خلقت كما تشاء حبيبي يا رسول الله. كعب بن مالك رضي الله عنه بيقول عن ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، ورائحته كانت أطيب من المسك والعنبر. لو عدى من طريق نعرف من طيب ريحة النبي، وتلتصق بكل شيء يلمسه وبتفضل فيه. ستنا أمينة بتقول: وأنا حامل ما كنتش بحس بشيء مما تجد الحوامل، وشافت رؤية قبل ولادة النبي أنه نور يخرج منها يضيء به أعناق الإبل بمدينة البصرة بالشام. لما تولد وقع جالسا واضعا كفيه إلى الأرض رافعا وجهه إلى السماء. أول واحدة كان ليها الشرف في ضم النبي أجمل مخلوق صلى الله عليه وسلم هي أم أيمن، اسمها الحقيقي بركة الحبشية، مربية النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كانت من أكتر النساء ارتباطا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بركة كانت جارية عند عبد الله أبو النبي، وبعد وفاة عبد الله فضلت بركة بتخدم آمنة. جه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، شاف أجمل مخلوق بين إيديه، كان مولود ياخد العين من الجمال. حضن عبد المطلب وضمه لصدره وخده وطاف بيه حوالين الكعبة، ودخل جوه الكعبة ورفع إيديه وحمد ربنا. عبد المطلب كان عارف إن في رب لكن بيعبد آلهة تانية اللي هي الأصنام، كان مشرك. خرج من جوف الكعبة وطاف بيه وبص للسماء وقال: سأسميه محمد. كان اسم جديد والعرب مش متعودة عليه. ورجع لآمنة وقال لها: سأسميه محمد. قالت له: ليه؟ قال لها: ليحمده أهل الأرض ويحمده أهل السماء. وهنا في روايتين: إن مكة كانت مليانة أوبئة، وقريش أخدت عادة إن أي رضيع يتولد في الكام سنة اللي فيهم الوباء بتيجي قبيلة اسمها بني سعد فيها مرضعات بالأجر، كل مرضعة بتاخد طفل بره مكة بعيد عن الوباء ويكون لمدة سنتين وتاخد أجر عليه. ورواية تانية بتقول إن كان من عادة العرب سكان المدن كأهل مكة المكرمة إنهم يبعتوا ولادهم في طفولتهم للبادية للرضاعة عشان أجسادهم تكون قوية واللغة عندهم تكون قوية. المهم بعد ميلاد سيدنا النبي بأيام جت قبيلة بني سعد، وكانت من بينهم حليمة السعدية نسبة لبني سعد، وهي فعلا ربنا يسعدها بشرف إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت القبيلة لمكة وكل مرضعة بدأت تاخد طفل، والمرضعة الشطرة هي اللي تلحق تاخد طفل أهله أغنية. آخر واحدة وصلت هي السيدة حليمة لأنها كانت فقيرة وبتركب دبة ضعيفة وبطيئة، فوصلت مكة متأخر. حليمة بتقول: بمجرد ما وصلت لقيت أصحابها أخدوا كل الرضع، مفضلش غير طفل واحد بس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محمد اتعرض على كل المرضعات ومفيش واحدة رضيت تاخده. يا ترى ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيم الأب. كل مرضعة قالت: هعمل إيه بولد يتيم؟ مش هينفعني، لأنه اللي بيكرم المرضعة أبو الرضيع. حليمة كمان قالت: هعمل إيه بيتيم عبد المطلب؟ رجعت لجوزها وحكت له وسألته: أعمل إيه؟ آخد يتيم عبد المطلب؟ جوزها قال لها: خديه لعل ربنا يجعل لنا فيه البركة.
وصلنا الحلقة اللي فاتت ان السيدة حليمة هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. حليمة كان ليها ابن اسمه عبد الله بن الحارث، وده كان اخو النبي في الرضاعة. حليمة قالت لجوزها جرب كده شوف فيه لبن في الناقة بتاعتنا ولا لا. فقال لها يا حليمة ما انت عارفة ما فيهاش. قالت له لو حتى حبة صغيرين بس جرب. فلما راح لقى لبن كتير في الناقة لحد ما اتملى الطبق، وراح لحليمة مش مصدق نفسه. ايه ده؟ ازاي ده بيحصل؟ قالت له مش عارف، بس الواضح ان رضيع عبد المطلب ده مش عادي. وبتقول والله ما كنا بنقدر ننام قبل كده، ولا ابني بيبطل عياط من الجوع، وبتقول شربنا كلنا ونمنا خيرك يا رسول الله. مواقف خطير بتحصل عجيبة بتلاحظها مرضعة النبي، ومش هي وبس، صحابها كمان. بتقول كنت راكبة الدبة ولقيته بيجري وبيسابق نوق أصحابها، فقالوا لها مش هو ده نفسه اللي وصلت بيه آخر واحدة وكان بطيء جدا ومش قادر أصلا يمشي؟ قالت هي، ولكن أحمل عليها رضيع مبارك. بتقول حليمة أن محمد كان بيكبر في اليوم الواحد قد اللي بيكبره أي طفل في شهر. وبتقول حليمة أنها كانت بتحبه قوي، وبعد ما خلصوا السنتين كانت عايزاه يفضل معاها. يا ترى هترجعه لأمه بسهولة ولا هتفكر في إيه؟ قعدت طول الطريق بتعيط، وفضلت تفكر في حجة أو كلام تقوله لآمنة عشان ترضى تسيبه لها شوية كمان. أول ما دخلت عليها قالت لها أنت لسه تعبانة يا آمنة، ولسه الوباء في مكة، شايفة لونك أصفر إزاي؟ ما تاخديش محمد. آمنة قالت لها بس السنتين خلصوا. فضلت حليمة ورا آمنة لحد ما وافقت واقتنعت إنها لسه تعبانة. وفعلا رجع محمد مع حليمة، وبتقول فرحت قوي، ما كانش حد في الدنيا فرحان قد. بس حصل حاجة خلت حليمة بعد فترة قصيرة تاخد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وترجعه الآمنة. كان سيدنا محمد بيلعب مع طفلين صرخوا فجأة وجريوا الحليمة وقالوا لها الحقي محمد اتقتل. إيه اللي حصل؟ محمد وهو بيلعب لقى راجل لابس أبيض في أبيض أخده نايمه على الأرض، فتح صدره وطلع قلبه وطلع علقة سوداء وقال ده نصيبه الشيطان ومنك، وغسل قلبه ورجع قلبه مكانه وخيط الجرح. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما توفاه الله فضلت الخياطة معلمة في جسده الشريف، كأنها عملية قلب مفتوح عملتها الملائكة. المعجزة اللي حصلت دي اسمها حادثة شق صدر النبي، حصلت لأنه كان لازم القلب ده يتعالج معالجة إلهية عشان يقدر يتحمل الوحي اللي هينزل عليه بعد 38 سنة، ويمكن يكون في سبب غير كده، الله أعلم. طيب وبعد ما حصلت حادثة شق صدر النبي إيه اللي حصل؟ حليمة خافت وأخدت محمد ورجعته لأمنة. دلوقتي النبي في بيته مع أمه أمنة والمربية بتاعته أم أيمن، ولما بقى عنده 6 سنين أخدته أمه يزور إخواله في يثرب اللي هي بعد كده هتتسمى المدينة، عشان تعرفوا على إخواله قد إيه صلة الرحم كانت مهمة لأمنة أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ما تعرف عليهم وانتهت الزيارة، في طريق رجوعهم لمكة وفي نص الطريق حصل شيء صعب قوي، آمنة تحتضر أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماتت. الأصعب أنه اتدفنت قدام عيني، اتولدت يا رسول الله ما شفتش أبوك، ما عرفتش معنى ولا إحساس كلمة أب، وأمك تموت ويتم دفنها قدام عينيك وعنده النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. سيدنا محمد دلوقتي مع أم أيمن يتيم الأم والأب، مين هيهتم بيه بعد كده؟ مين هيتولى أمره؟ رجع مكة من غير أمه ماسكه ايد ام ايمن وهي حاسه بالمسؤوليه ناحيته، راحت بيه البيت جده عبد المطلب، اخده في حضنه وبكى، بكى وفاه امنه وبكى يتم النبي، بس ربنا عوض على سيدنا محمد بحب عبد المطلب ليه، كان بياخده معاه عند الكعبه ويسيبه يقعد على الكرسي المخصص ليه ده عبد المطلب، لكن والنبي عنده 8 سنين بيوصي عبد المطلب ابنه ابو طالب على محمد، ويموت عبد المطلب، مات جد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتيتم النبي صلى الله عليه وسلم للمره الثالثه، ويتنقل تاني لبيت جديد، لبيت عمه ابو طالب، يا ترى ابو طالب هيعامله كويس؟ يا ترى هيتعامل معاه زي ولاد عمه ولا لا؟ زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسط احساس كله الم ووجع، يتيم للمره الثالثه، ووصيه جده عبد المطلب لابنه ابو طالب يا بني وصيتك محمد صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا، ومات، ويعيش النبي حياه كريمه مع عمه ابو طالب. ابو طالب وزوجته فاطمه بنت اسد حبوا النبي جدا، وبتقول فاطمه لما محمد يدخل علينا البيت كانت تحل البركه، كنت زمان لما احط الاكل لاولادي كانوا يقعدوا ويخلصوا الاكل ويفضلوا جعانين، لكن بمجرد وجود محمد في البيت ويحط ايده الشريفه في الاكل كنا ناكل ونشبع ويبقى أكل في الطبق. النبي دلوقتي عنده 12 سنة وهو في بيت أبو طالب، وأبو طالب عمه فكر أن يعلمه صنعة عشان لو مات ما يسيبش محمد من بعده يتعب أو يشقى، وكان عايزه يعتمد على نفسه، فقرر ياخده معاه في شغله في التجارة لأن أبو طالب أصلا كان تاجر. وفي يوم كان مع قافلة خارجة من مكة للتجارة في بلاد الشام، فأبو طالب قال لمحمد تعالى معايا عشان يتفرج وياخد خبرة. مين كمان كان معاه؟ كان معاه صديق العمر أبو بكر. أبو بكر صديق النبي عليه الصلاة والسلام من زمان. ركزوا بقى معايا شوية كده في القصة دي، قصة الراهب بحيرة. الصحبة الحلوة دي في طريقها للشام كان في دير، الدير ده كان دايما بيعدوا عليه، والدير ده كان عايش فيه راهب اسمه بحيرة، ده راهب نصراني مسيحي مش بيخرج ابدا من الدير، بيتعبد لربنا وبس. وكانوا بيعدي على الدير ده اكتر من مرة وهم في طريقهم للشام،
لكن بحيرة عمره ما طلع ولا سلم عليهم ولا حتى كلمهم. المرة دي حصل حاجة غريبة جدا محدش كان متخيلها خالص. لقوا بحيرة طالع يجري عليهم. اصل بحيرة كان بيبص من شباك الدير فلاحظ حاجة فيهم هي اللي خليته يطلع يجري من الدير ويكلمهم. بحيرة شاف ايه؟ بحيرة وهو واقف باصص من شباك الدير لقى مجموعة ناس جايين من بعيد، القافلة اللي كان فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولقى الناس دي فوقهم سحابة بتضلل عليهم ومفيش ولا سحابة غيرها في السماء. اتخض وطلع يجري بسرعة عليهم ودخل جوه القافلة وقعد يدور وسط الناس يمكن يعرف ايه السبب، لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم طفل ال 12 عام، وفجأة بحيرة مسك ايد محمد ورفعها لفوق وقال هذا نبي آخر الزمان، هذا رسول رب العالمين. بحيرة منفعل وبيعمل كده قدام الناس وصوته عالي قوي وكله مستغرب من بحيرة. أبو طالب عم النبي بصله وهو مش مصدق اللي بيسمعه وقال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ رد الراهب والله من لحظة ما شفتكم جايين وانا واقف في شباك الدير وشايف السحابة بتظلل عليكم ومفيش ولا شجرة ولا حجر عديتوا من جنبها الا وسجدت ورا الولد اللي معاكم ده، دول مستحيل يسجدوا الا النبي. طبعا محمد اول مرة يسمع كلمة نبي والناس مش مصدقة الراهب، وفضل الراهب يكرر الكلام ويقول لهم صدقوني صدقوني، بس محدش كان مصدق. فبدأ يفكر ويخطط انه يحاول يعطلهم شوية عشان يعرف اي حاجة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم طب انا عزمكم على الاكل ولازم تقعدوا. ابو طالب وهو مستغرب قال له انت عمرك ما كنت كده ولا عمرك فكرت تعزمنا. قال له بس انا النهاردة عزمكم على الاكل ولازم تقعدوا. المهم قعدوا يستنوا الاكل تحت ظل شجرة، وبحيرة دخل يجهز الاكل لما رجع سأله ابو طالب هو انت عايز ايه يا بحيرة؟ قال له صدقني ده نبي اخر الزمان. طب هو انت رايح بيه فين؟ قال له ابو طالب للشام. قال له بحيرة اترجاك ما تروحش بيه للشام. ابو طالب قال له ليه ما روحش بيه للشام؟ قال له هيعرفوه لانه النبي مذكور في الكتب بتاعه اليهود، قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائه. ابو طالب مش مصدق، وبحيرة بيقسم عليه ما يروحش بمحمد، وفضل يحاول ويقنع ابو طالب عشان ما ياخدش سيدنا النبي معاه عشان خايف عليه من اليهود. يا ترى ابو طالب هيقتنع هياخده معاه ولا هيسيبه ويرجعه ولا ايه اللي هيحصل؟ هنعرف الحلقه الجايه.